في الحلقة اللي فاتت شرحنا طريقة تنزيل مايكروسوفت اوفيس 2021، وزي ما انتوا شايفين قدامكم في الكومنتات كده ان ناس كتير استفادت من الطريقة والبرنامج نزل معاهم من غير ما يحصل اي مشكلة. في الحلقة دي بقى هنشرح ازاي ننزل مايكروسوفت اوفيس 2024 بالتحديث الجديد اللي هو الذكاء الاصطناعي زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو، والبرنامج مفيش فيه اي مشكلة ومتحمل معانا زي ما انتوا شايفين اهو. وعلشان ما اطولش عليكم تعالوا بينا نبدأ بالشرح على طول، يلا بينا. طبعا احنا قبل ما ننزل النسخة الجديدة لازم نمسح نسخة الاوفيس القديمة اللي موجودة عندنا على الجهاز. بعد كده بقى ركز معايا في اللي هعمله ده بالظبط. اول حاجة هتيجي تفتح اول رابط هسيبهولك في الوصف بتاع الفيديو، وبعد كده هيفتح معاك الصفحة دي اللي هي بتاعت اوفيس ديبلويمنت تول. هننزل تحت كده عند كلمة داونلود وهندوس عليها، تمام؟ هيخلص التحميل بقى، وبعد كده هتيجي عند الداونلودز عندك في الجهاز هتلاقي الاداه نزلت معاك اهي. انا هخرجها هنا مثلا على الديسكتوب، تمام. وبعد كده بقى هنيجي ندوس على كليك يمين وهننزل تحت هنا نعمل نيو فولدر اهو، ونعمل نيو فولدر ونسميه مثلا اوفيس 2024، تمام. وبعد كده هدوس اوكي. بعد كده بقى هاجي هنا على الاداه اللي انا نزلتها وهدوس على كليك يمين وهعمل لها ران از ادمنستريتور، تمام. وبعد كده هدوس يس. هيفتح معايا الصفحة دي بالشكل ده. هنزل تحت هنا عند كليك هير وهدوس عليها، وبعد كده هعمل كونتينيو. هيفتح معايا المربع ده، هنزل تحت اختار الملف اللي انا لسه عامله اللي هو اوفيس 2024 وهدوس على كلمة اوكي. هنلاحظ هنا انا بقول لك فايل اكستراكتد سكسسفولي، هندوس على كلمة اوكي وهنيجي نفتح الفايل بقى اللي احنا عملناه اللي هو اوفيس 2024. هنلاحظ ان الملفات دي نزلت معانا بالشكل ده. طبعا احنا هنمسح اول 3 ملفات معايا اهو، تمام. هعمل لها شيفت ديليت، هيتبقى معايا الايقونه دي بس. بعد كده بقى هنيجي عند الايقونه اللي فاضله معانا دي وهنعمل لها رينيم، وركز معايا بقى كويس في اللي انا هعمله ده. هاجي امسح الكلام ده كله اهو لحد كلمه configuration دي، وهكتب دوت، وبعد كده هكتب xml، وبعد كده هدوس انتر عشان احفظها. بعد كده بقى هتعمل الخطوة التانية، هنيجي ندخل على المتصفح التاني اللي انا برضه هسيبه لك في الوصف وهدوس عليها بالشكل ده. هيفتح معايا الصفحة اللي انت شفتها قدامك دي اللي هي انستول اوفيس LTSC بريفيو، وهننزل تحت خالص كده لحد ما نلاقي XML. هننزل كده بالشكل اللي انت شايفه ده اهو، هنلاقي ال XML قدامنا اهي، هنلاقي كلمة كوبي قدامنا اهي، هندوس عليها بالشكل ده. بعد كده بقى هنرجع للملف بتاعنا اللي فيه الايقونه اللي احنا لسه معدلينها اهو، وهندوس على كليك يمين، تمام، واعمل لها اوبن ويز نوت باد اهي، تمام، وهتدوس عليها بالشكل ده. هيفتح معاك الصفحه دي، هتدوس هنا على كنترول ايه عشان يحددها لك كلها، وبعد كده هتعمل لها ديليت، تمام. وبعد كده هتدوس كنترول في للملف الاكس ام ال اللي احنا لسه واخدينه كوبي من شويه، تمام. بعد كده بقى البرودكت ده احنا مش عايزينه، هنيجي نمسح من اول هنا اهو، تمام اهو. بعد كده هعمل لها مسح وهشيل الفراغ ده برضو بالشكل ده. وبعد كده هنيجي هنا عند كلمة فايل وهدوس عليها، هيفتح معايا كده. هنزل تحت عند كلمة سيف وهعمل لها حفظ. هنيجي للخطوة اللي بعد كده وركز فيها قوي. هنيجي هنا عند المسار بتاعنا اللي بتاع الملف بتاعنا اهو، وهدوس عليها هيتغير بالشكل ده. هنكتب كلمة سي ام دي وبعد كده هدوس انتر. هيفتح معايا المربع الاسود اللي انت شفته قدامك ده. هاجي هنا في المكان اللي انا واقف قدامه بالماوس اهو، وهكتب الكود ده، وانت اكتب الكود ده ورايا بالظبط وما تتلخبطش فيه، وانا هشرح بالراحه خالص اهو يا جماعه عشان ما حدش يتلخبط. وطبعا اللي محتاج الاكواد دي يكتب لي في الكومنتات وانا هبعتها له اهو. ادي الكود اللي قدامنا اهو، تمام، اللي هو سيت اب داونلود كونفيجريشن اكس ام ال، تمام. وبعد كده هدوس انتر. طبعا اللي محتاج الكود ده ما ينساش يكتب في الكومنتات، وادي انتر اهو. هنلاحظ ان في ملف ظهر لنا اهو اللي هو مكتوب عليه كلمة اوفيس، تمام. المفروض مساحة الملف ده لحد ما يكتمل تحميل 2 جيجا 57، تمام، هو لسه بيحمل معانا اهو. لو انت بقى النت عندك سريع هينزل معاك في اقل من 5 دقايق، تمام. المهم سيبه يخلص تحميل وبعد كده هنرجع لبعض تاني بعد ما يخلص. لو جينا بصينا هنا كده هنلاحظ ان لسه بيتحمل معايا اهو، لان انا النت عندي ضعيف فهياخد وقت معايا شويه، فانا مش عايزك تزهق من بطء التحميل لو عندك بطء تحميل. وعشان تطمن انا شغال معاك خطوه بخطوه اهو. ولو جيت لاحظت هنا ان ملفات الاكسل والوورد عندي ما بتفتحش اهو عشان انا مسحت نسخه الاوفيس القديمه، فانا شغال معاك بالظبط زي ما انت شغال. هنيجي نبص تاني يا جماعه وهنلاحظ ان هو خلص تحميل معايا اهو، والمساحه بتاعته مش هتزيد عن اللي انت شايفه قدامك ده. وعشان نتاكد ان هو خلص تحميل هندخل تاني عند المسار بتاعنا اللي احنا فاتحينه، هنلاحظ ان هو فتح لنا مسار جديد اهو. وهنا بقى هنكتب كود جديد عشان نثبته بقى على الجهاز بتاعنا. وبرضه لو انت محتاج الكود اللي انا هكتبه ده اكتب لي في الكومنتات وانا هبعته لك على طول.
هتكتب الكود زي ما انا كتبته كده بالظبط وما تتلخبطش فيه، اللي هو setup configuration dot xml، تمام. بس اهم حاجة اوعى تتلخبط في الكود اللي انا كتبته ده، وبعد كده هتدوس انتر، وما تنساش تخليك معايا لاخر الفيديو عشان هنكتب مفتاح عشان يفعل لنا الاوفيس مدى الحياة، تمام. بعد ما كتبنا الكود بقى اهو هندوس انتر ونستنى لحظات معانا لحد ما يثبت معانا. هندوس على يس yes وهيبتدي يحمل معايا اهو زي ما انت شايف، هو بيقول لي بليز ويت، وبكده بدأ يحمل معايا هو مجموعة الاوفيس يا جماعة زي ما انتوا شايفين، وبيقول لك بليز ستاي اونلاين واير يور ابس داونلود، تمام. استنى بقى لحد ما يخلص تحميل وما تستعجلش، لان ممكن سرعة النت عندك تكون بطيئة فهيتأخر معاك في التحويل في التحميل شوية، فما تستعجلش عليه. ويبقى كده بقى لنا خطوة واحدة، ودي اهم الخطوات في اللي احنا عملناه ده كله عشان نفعل البرنامج مجانا. استنى بقى لحد ما يخلص تحميل وهرجع لكم تاني. وهنلاحظ كده يا جماعة الرسالة اللي جات لنا دي بعد ما خلص تحميل هيقول لك يور اول سيت، تمام. بعد كده هندوس على كلمة كلوز، وبكده يبقى البرنامج اتحمل معانا اهو زي ما انتوا شايفين، ادي الاكسل والوورد فتحوا معايا اهو بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي. هنيجي هنا بقى عشان نفعل البرودكت تي، هندخل هنا مثلا على وليكن برنامج الوورد، هندور عليه كده، ادي الوورد اهو مثلا هندوس عليه هيفتح معايا بالشكل ده. هاجي هنا عند كلمة اكونت، هنلاحظ مع بعض اهو ان اتثبت معانا اوفيس 2024. ركز بقى معايا في الخطوه اللي جايه دي، هننزل تحت هنا عند الكلمه اللي هي تشينج برودكت كي وهندوس عليها بالشكل ده، هيظهر معانا المربع اللي انت شفته ده. هنرجع بقى تاني للموقع اللي احنا كنا فاتحينه اللي احنا خدنا منه الاكس ام ال دي، وهننزل تحت كده تمام لحد ما توصل لهنا، وهناخد الكلام اللي قدامنا ده كوبي اهو كنترول سي، وارجع تاني هنا عند الوورد وهدوس هنا كنترول في، تمام. وبعد كده هدوس على كلمه اكتيفيت اوفيس، هيبتدي يعمل اكتيفيت معاه زي ما انت شايفه. وادي يا جماعه برنامج الوورد اشتغل معانا اهو، مفيش فيه اي مشكله، وتقدر بقى تكتب اي حاجه وتعدلها براحتك زي ما انت عايز. هتلاقي كل الامكانيات بتاعه برنامج الوورد متاحه معاك اهي زي ما انت شايف قدامك. وبعد كده ممكن بقى تيجي تتاكد، هتدوس على كلمه فايل هنا وتنزل تحت على كلمه مور، وبعد كده هتدوس على كلمه اكونت. هنلاحظ مع بعض اهو ان اللي اتثبت مايكروسوفت اوفيس ال تي اس سي بروفيشنال بلس 2024 زي ما انتم شايفين قدامك اهو. ولو جينا جربنا مثلا برنامج الاكسل، هنلاحظ ان الاكسل اتفتح معايا برضه اهو، مفيش فيه اي مشكله، وبالذكاء الاصطناعي الجديد اهو زي ما انتم شايفين. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، يا رب الشرح يكون بطريقة بسيطة وعجبكم، وناس كتير تكون استفادت من الطريقة والبرنامج اتثبت معاهم بكل سهولة. ولو فعلا استفدتوا يا ريت تعملوا لنا لايك وكومنت على الفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واي حد يحصل معاه مشكلة يا ريت يكتب لي في الكومنتات ايه المشكلة اللي حصلت معاه بالظبط.